من سوق مرسى شلوك. الكاك كان اسمه تاريتها في واحد مبلغهم ان الشرطة حيمروا من قدامهم، في عندهم حاجة تشبه العبنبر. No one loves panettone. صباح الخير فاميليا، من سوق مرسى شلوك. سوق اللي هو سوق لان اليوم احد، وكل يوم احد هنا الصبح يجوا الشياب والناس كبيرة يفرشوا هنا ويبقوا يبيعوا في حاجات وجدات. حنشوفون توا شنو هن. مرسى شلوك، مرسى اللي هو مرسى، قاعدين في مرسى شلوك، ما حدش يشد علي، ولكن اعتقد يعني بما ان انا مرسى والموج يقول شلوك يخبط في الحيط ممكن سموه شلوك. النبت هذا يقولوا له باي ليف يا جماعه، باي ليف ان مالتيز راندا. اي تيك ات فروم ذا تري، اي كات اند اي ليف ات تو دراي انسايد. والعسل اللي عندك عسل مالطي؟ اي عندي عندي من القرى. هذا شنو هذا؟ الزعتر. زعتر وايلد تايم. اوه شفتوه تاع الثيم. اشتري في المالطا بس بيانو. ها بروح هيك وديك. هذا شنو هذا؟ ابو كريم على الجلد شطه على شفتيك ما داركو داركو. هذه كريمة مشكولة يديروا فيها من النحلة، من العسل. هذه كريمة يديروا فيها من الخلية متاعة النحل، مفيدة للجفاف. يحكي نحن جينا السوق بدري فما حقناش نفطروا، خلي نفطروا حاجة مالطية تقليدية. عندهم زيتون محشي بالتن يا جماعة، حاجة غريبة دي مرة نشوفها. أوكي زبوت جمملية، give me one spoon. Thank you. هذه الزبوجة مملية، زبوجة يعني زيتونة، مملية يعني محشية، فهو زبوج مملي يعني. كلام مالطي يا رجل، واضح وسهل جدا. مملية واضحة لكن زبوجة هذه مش مر عليه. أوه فنانة والله. كيف ما خطرتش علينا نديروها في ليبيا. لكن نوع الزيتون كبير، وهذه الجبينة متاعهم، جبينات، جبنة رشين عليها فلفل أسود وبهارات. نشفينها سحبين منها المية. اوه قوية قوية الجبنة هذه فنانة يا جماعة. هي على فكرة جبنة ميز، جبنة ميز ديما عندها طعمة خاصة، وحاطين عليها فلفل اسود. فلفل اسود ماهوش حار يعني، ما يضايقكش، خفيف ظريف هيك رشينا عليها. واللون الاسود على اللون الابيض نتاع الجبنة عطيها ستايل هيك خاص بها. جبينات وات از ات واتس ذس. That one to put the plates hot. To put when you eating on the plate, okay. You can put the plate hot. All right. On that one. جميلات والله. بس درينا زي الزليز أو الجليز. I did. Like tiles, huh? وعند هذه للطواسي. دخلنا جهة السوق متاع الأسماك الحوت، فالبياعين يبيعوا عادي جدا، فإذا بيهم كلهم ينطوا فجأة، ينطفوا في الطاولات متاعتهم ويسيقوا في الأرض. فطلع لما يجوك ضيوف على حين يغرى، هذا اللي صار توا. تاريتها في واحد مبلغهم أن الشرطة حيمروا من قدامهم وقاعدين يفتشوا عليهم، قاعدين يفتشوا على النظافة ويفتشوا على النظام. الحوت عندهم بسم الله ما شاء الله، جمبري والحوت بأنواعه والقرنيط حتى هو، حاجات ما شاء الله. تومبريل 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 تون تون تونة صغيرة. لكن كيف تن صغير؟ small this is small. This is small. Yes, yes. Tuna yes. Big. Yes. But no? This one small. This one small. Why? Different. Different type. But tuna, name tunnach, tombrel, plamto. This one tombrello. 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 Ah. Yes. Okay. Tuna. ترى شو ما؟ عندهم حاجة تشبه العبنبر يقولوا لها بتاع اللوز، لأن حاطين فيها لوزة. أوه. نفس العبنبر اللي عندنا في ليبيا بالضبط. عندهم حتى مقروض يا جماعة، مقروض بالتمر يا جماعة. تحس روحك قاعد تتمشى في ليبيا ولا في تونس، قاعد مقروض وعبنبر. لقيت البنات هذين لبست لبس مالطي. هاي. هلاي. ار يو بريتش؟ نو. نو، يو هاف ذا اكسنت. يس، بيكوز اي ليف ذير. اول رايت. واي يو ار ويرينج مالتيز دريس؟ بيكوز ذير واز ا ماراثون اند وي وير هيلبينج.
Marathon? Yes. Ah, nice. And what do you call it? What do you call this dress? There's nothing to call it. Nothing. It's right. Just a Maltese dress. Uh-huh. What about the upper part? Bandana. Bandana? A bandana. A bandana. Yeah. All right. Thank you so much. You're welcome. All right. Okay, يا جماعة. خليت العبارة من فاليتا عشان أعبر بها الطرف الآخر للثري سيتيز، الثلاث مدن القديمة المشهورة بها مالطا. في شخص يستنى فيها غادي، واحدة بنت بلد، بنت ثري سيتيز. طبعا عشان تعبر تقدر تمشي بالسيارة، ولكن حتاخذ منك وقت أكثر، ولكن بالعبارة هذه المفروض تاخذ منك دقيقتين ثلاث دقائق، فرق كبير يعني. تدفع تقريبا 2 يورو بس. بس لان توم ما جاش خذوا مني الفلوس، مش عارف شو اللي صاير انا. ما بيش نركب ببلاش يا جماعه، بوها ركبه حلال. حاسس روحي قاعد في عباره مهجوره، بروحي قاعد. اوكي هو يعني طقس سيء وما هيش نهايه اسبوع. وهذين سببين كافيتي خلونها فاضيه. ماي فريند، ذيس از فور فري. باي ذا كاشير انسايد. ثانك يو. اوكي يا جماعه خليني اعرفكم مع الشخصيه اللي معي. رئيسة. هاي. اهلا وسهلا. بونجور. بونجور. Why you speak French? Lodva Taiba, Lodva Taiba. In Maltese, how do you say good morning? Lodva Taiba. Lodva Taiba. Bonjour, because I have the hat, that's why. Ah, all right. هي بنت البلاد أنا بنت three cities. What's the name of the part you live at? Which city? Cospicua. Yes, Bormla in Maltese. And then we have Vittoriosa, Vittoriosa. Birgu, and Senglea. And Isla. This is not three, this is five. No. What? Three cities or five cities? It's name in Maltese, name in English. Ah, okay. You didn't learn anything. I'm a bad teacher. حاليا نحن في فيتوريوسا جايين للسوق هنا. السوق هذا يديروا فيه كل يوم ثلاث. This is every Tuesday, yeah? Every Tuesday, كل نهار تلاتة. Okay. السوق اللي كنت فيه أمس متاع مرسى شلوك كان سياحي أكثر من لازم بالنسبة لي وبالنسبة للحلقة هذه. بنوريكم حاجة شعبية واللي هو ما يعرفوش السياح. بعد دقيقة قبل ما نكمل الفيديو بنقدم حاجة. هي حاجة شوية في حكم لكن هذا اللي نقدر نقدمه حاليا. بنقدم رحلة لشخصين، هناخدوا شخصين مختلفين منكم، كل واحد منهم حيسافر بروحه إلى تركيا براية الفيديو هذا. الرحلة هذه مقدمة من شركة الشراء للسفر والسياحة، واحدة من أكبر الشركات الموجودات في ليبيا، واللي قدموا في خدمات ممتازة جدا. عليه الشخصين وكل واحد منهم بروحهم حنختاروهم، اختيار منفرد حيكون، لأن أنا أغلب رحلاتي فعلا نسافر بروحي. لما تسافر بروحك مانيش قاعد نقول إن أنت في غنى عن صديق أو رفيق سفر، ولكن لما تسافر بروحك عندك فرصة أكثر إنك تتعرف على الناس في الشارع، وإنك تغامر، وإنك تكتشف نفسك. أول شخص حنختاره حيكون من الناس اللي هم شاركوا واحد من الفيديوهات السابقة على الفيسبوك، طبعًا لازم يكون داير سبسكرايب على اليوتيوب كذلك. والشخص الثاني حنختاره هو اللي حيشارك الفيديو هذا على الفيسبوك اللي حينشره، حنختار منهم شخص عشوائي. أوكي، خلي نرجع نكمل. Knives, blenders, scissors, mincers, and always they bring tools. They are working tools. They say on the stones, on the carving. They say and for the woods. I am the last man on the road. The last man in where? Yeah, Malta. In Malta. Yeah. يحكي لنا آخر راجل في مالطا اللي هو يصلح في الأمواس، يسن في الأمواس، ويسن في المقصات ويصلح فيهن. Thank you so much. You know, in Arab countries, we have it. We call it kak. Uh-huh. Kak. Yes, أنا آ. آ. أنا في هذا مكتوبة. آ. آ. الكاك كان اسمه آ. آ تاع الجلجلان. يا جماعة، ولا تقول بالليبي. آ تاع الجلجلان. جلجلان اللي هو هذا. اللي هو سمسم. سمسم حتى بالليبي نقول له جلجلان. وهنا يقولوا له جلجلان. باستي تاع التمر. باستي تاع التمر. Yes. Delicious. شايفين اللغة كيف قريبة واجد من لغتنا؟ قالت لك الباستي متاع التمر، متاع التمر. عندكم العلم بما أننا نحن قاعدين توا في نهاية الأسبوع يوم الثلاث، فأغلب الناس الصغيرة في العمر يا أما قاعدين يقروا أو قاعدين يشتغلوا، فمن تلقانا؟ تلقى الشياب والعزايز. الشياب والعزايز الفاضيين أو الشياب والعزايز اللي ما عندهمش أشغال أخرى تلقاهم جايين هنا. Mostly Maltese people, we buy food from the market, fresh fruit, fresh vegetables, or sweets. And then after, one can find some clothes maybe, and
some other things, but mainly for food. Everything is Maltese, yeah? Taqta la rasa, taqta la demba, u tikkola kifini. Mbagħad Maltese capers, kappar, then Maltese pickled onions, basal. Typical sweet for carnival. Brignolata, he said he just made it yesterday night. It's fresh. It's made from biscuits, dried fruit. My friend, this has pork fat. I know, I just had you that. Il prignolata ikun fiha xi extracts tal majjal. Le. In which carnival you make this usually? Carnival of Malta. Of Malta, oh. Carnival of Brazil. أقوى حاجة قلت له هذه لأي كرنفال نحسب الكرنفال متاعهم عنده اسم معين كرنفال كذا قال لي كرنفال تاع البرازيل على اساس ان سألت سؤال بديهي هنا كرنفال تاع مالطا طبعا هي So this is Brignolata Brignolata Yes هذا الكيكة يا جماعة Let's try it It's nice غريبة هي الكيكة مزيج متاعها غريب يعني أنا قاعد نستطعم في شنو؟ في البشكوت مخلطينه بالحليب وحاطين فيه مع الحاجات التانيات زي اللوز وزي الحلويات الصغيرات هذين اللون الأخضر والأحمر عارفين مش نذكرني؟ ذكرني بحاجة إلى حد بسيط الباناتوني ما عارفين الباناتوني الإيطالية؟ It's a little bit similar to panettone الإيطالية لكن تفرق هذه كمتوب عليها أكثر It's not similar to panettone I think it's a little bit No Please. Why? No. Why? It's not similar to panettone. A little bit. This is soft and tasty. Panettone. It's delicious. No one loves panettone. You have شاي بالحليب. تاي بالحليب. تشرب شاي بالحليب. اثنين شاي بالحليب. المكان بسيط جدا لكن عشوائي جدا. عشوائي في كل تفاصيله. في الديكور متاعه. عشوائي حتى في الموسيقى اللي حاطينها حاط اغاني راب تخيل ميكان كله الشياب وعزيز وحاطين اغاني راب على الصبح المهم احنا شنو خدينا تو خدينا ثلاث حاجات خدينا اثنين يقولوا لها فطيره نتاع المالطي واللي هي عباره عن خبز تاع الفرن يقولوا لها انا احكي لكم بالاسماء بالمالطي تو مش بالعربي راه خبز تاع الفرن هيك اسمه ولما تحط فيها المكونات سميها فطيره تاع المالطي اول حاجه جربوها خلي نجربوا فطيره تاع المالطي الخبزه اللي فيها خدينا التقليديات فيها تن وطماطم بس الطماطم اللي حطوا فيه هذا هو عبارة عن طماطم تشتريه من السوبر ماركت جاهز لكن صناعة مالطية يديروا فيه زي المعجون ومخصص بس للفطيرة يعني قد ما هم ياكلوا في الفطيرة هذه يعني لها ستايل خاص بها في العجينة بتاعة الطماطم يشتروا فيها بس عشان يستعملوها في الفطيرة يا جماعة حاسروا قاعد نفطر عن جد هنا سندوتشات خبزة بالتن وشاي بالحليب الحاجة الغريبة الوحيدة اللي قدامي المكرونة بالدحي انا خلاص ما بقى نحكي معاكم بالمالطي تو مش بالعربي ناكلوا تو الطريقه اللي هي عباره عن الاكله اللي قدامي تو عباره عن مكرونه ويحطوا معاها في الدحي يقولوا لها مكرونه بالبيض على فكره الدحي يقولوا له بيض هنا حاطين عليه شويه جبنه بارمجان مكرونه سلايك سباجيتي سباجيتي رقيقه يقولوا لها طريقه غريبه تنحط كتر من البارمجان عليها بلكي تطلع احسن طعمها مش ما مشتش معايا الحين I was raised in the street until I was 7 years old we had an apartment over here then we moved further down but until I was 7 I was in the 90s I was living here شنو اسمه for 7 years شنو اسمه شي اسمه طريق شنو اسمه طريق طريق لوراتوريو طريق لوراتوريو طريق لوراتوريو طريق لوراتوريو طريق لوراتوريو amazing I love it هذا اسمه طريق لوراتوريو يا ناس البلاكين عندهم طبعا في منهم ملونه وفي منهم مش ملونه بس بشكل عام الستايل متاع البلاكين المالطي جميل جدا what do you call البلكوني it has a name جاليريا it's really nice احمر اورينج احمر بلو هيلفت انتباهك ان حجمه صغير ومع ذلك تلقاهم يقعدوا فيهن تلقى مثلا العزائز يبحثن من البلكوني يتفرجن على الشارع ديما مرة تلقاهن جلسات and you also put the gas pipe in the balcony right for the Sometimes, gas yes but usually the gas you don't put it in the upper
level, you put it down a bit hard. اوكي يا جماعه شكلنا حنختموا الحلقه من هنا. شكرا رئيسه. فاز بلاجير. خليتي اعطيتي نكهه للحلقه. فهمتيني شنو قلت انا؟ جيدة. say it again. اعطيتي نكهه للحلقه. honey باي. No. قلت لك you gave like a flavor to the episode. yes. thank you. my pleasure. واحده من الحاجات اللي يعني نحب نديرها ان نتعرف عليها للبلاد. احيانا نتعرف عليهم في الشارع، وأحياناً زي توا تعرفت عليها عن طريق صديق، هي صديقة صديقي. وبالنسبة لي طبعاً نحترم التور جايدز والشغل متاعهم، بس بالنسبة لي أنا أنك لما تمشي مع صديق أحسن من أنك تمشي مع دليل سياحي. مش غلط أنك تمشي مع دليل سياحي، ولكن أنا شخصياً نفضل أنك لما تمشي مع شخص ما هوش مدفوع عشان يدير الشيء هذا، شخص هو قاعد يوري فيك في بلاده. إن شاء الله عجبتكم الحلقة. طبعاً مالطة صح هي صغيرة، ولكن فيها حاجات أكثر من اللي شفناها من اليوم وتحتاج وقت أكثر، ولكن إن شاء الله هذا يكون أعطاكم نبذة كافية على الأسواق الشعبية وبعض المأكولات الشعبية متاعتهم. ونتلاقوا في الحلقة الجاية من مكان آخر. السلام.